ما أريد عمله في هذا الفيديو هو إثبات أن المقطع الخطي AC متعامد على المقطع BD اعتمادا على المعلومات المتوفرة لنا في هذا الرسم. هذا الضلع له نفس طول هذا الضلع، وهذا الضلع له نفس طول هذا الضلع. سوف أعطيكم تلميح، فأنا سوف أستخدم لذلك فرضية تطابق المثلثات أو مسلمات تطابق المثلثات، يمكن تسميتها هكذا. والفرضيات التي نعرفها، دعوني أرسم خط هنا، فهذه ستكون مجموعة الأدوات التي تخصنا. لدينا فرضية تطابق الأضلاع الثلاثة SSS، أي إذا كانت الأضلاع الثلاثة متطابقة فإن المثلثين يتطابقان. ولدينا فرضية ضلعين وزاوية SAS، أي إذا كان ضلعان والزاوية بينهما متطابقة فإن المثلثين يتطابقان. ولدينا ASA، زاويتان والضلع بينهما. ولدينا AAS، زاويتان وضلع. وسوف نفترض أن الأشياء التي عملناها تتضمن على التطابق، وسوف أقوم بعمل شيء نسميه برهان ذو عمودين. لا يتوجب عليك عمل البرهان ذو عمودين، ولكن هذا ما تراه عادة في أساسيات تعليم الهندسة، وأنا أرغب بعرضه عليكم، ولكنه فكرة أساسية جيدة، وهو أن تكتب عبارة معينة وتكتب مبرر لها، وهو عادة ما نفعله مع أي برهان، ولكننا لم نفعله بطريقة منظمة جدا، ولذلك سوف أعمله هكذا. لدي عمودين هكذا، ولدي عبارة هنا statement، وسوف أعطي المبرر reason للعبارة. لذلك الاستراتيجية التي سوف أستخدمها تبدو أنه يمكنني إثبات أن المثلث CDA متطابق مع المثلث CBA اعتمادا على فرضية تساوي الأضلاع الثلاثة SSS، وهذه تبدو فكرة جيدة للبدء منها، حيث أنه إذا كان تطابق فالزوايا ستكون نفسها. والسبب أنه يمكنني فعلها أن هذا الضلع مساوي لهذا الضلع، وهذا الضلع نفس طول هذا الضلع، ويتشاركان في هذا الضلع. لن أعملها بطريقة شفوية هذه المرة، ولكن سوف أضعها بداخل العمودين. فلدينا CD أو طول الضلع CD يساوي طول CB، يساوي طول CB. إذن CD يساوي CB، وهذا معطى given. هذان الرمزان لهما نفس الطول، ونعلم أيضا أن طول المقطع DA يساوي طول المقطع BA. طول المقطع DA يساوي طول المقطع BA، إذن DA يساوي BA، وهذا أيضا معطى given لنا من الرسم. ونعلم أيضا أن CA يساوي CA، أعتقد نستطيع قول ذلك أن CA يساوي نفسه في المثلثين، وهذا أيضا معطى given أو واضح من الرسم obvious. وواضح، فالمثلثات يتشاركان في نفس الضلع، إن لدينا مثلثان أضلاعهما المتقابلة لها نفس الطول. هكذا نعرف أنهما متطابقان. فنحن نعلم أن المثلث CDA، المثلث CDA مطابق للمثلث CBA، ونعرف ذلك باستخدام فرضية تساوي الأضلاع الثلاثة SSS، والعبارات المعطى لنا هنا، دعوني أرقمها، نستطيع العودة لها هكذا 1 2 3
أربعة وفرضية SSS العبارات واحد اثنان ثلاثة. إذن العبارات واحد اثنان ثلاثة وفرضية SSS تعلمنا أن هذان المثلثان متطابقان. فإذا كان متطابقان فنعرف أيضا أن كل الزوايا المتقابلة متساوية. إذن كل الزوايا المتقابلة متساوية، كمثال هذه الزاوية سوف تكون مساوية لهذه. لنكتب هذه العبارة هنا، نحن نعلم أن الزاوية DCE هذه ستكون العبارة رقم 5. نعلم أن الزاوية DCE الزاوية هنا سوف يكون لها نفس قياس، أو نستطيع القول أنها مطابقة. سأقول أن قياس الزاوية DCE يساوي قياس الزاوية BCE، قياس الزاوية BCE، وهذا ينتج مباشرة من العبارة أربعة التطابق congruency. سأضعها بين أقواس تطابق هذه المثلثات لأن كلاهما جزء من هذا المثلث الكبير وهم زوايا متقابلة، فسوف يكون لهما نفس القياس. الآن يبدو أننا نستطيع عمل شيء مهم مع هذان المثلثان في الجهة العلوية اليسرى والعلوية اليمنى، يبدوان مثل نموذج لطائرة ورقية، لأنه لدينا ضلعان متقابلان متطابقان وزاويتان متقابلتان متطابقتان وضلع مشترك. لديهم هذا الضلع المشترك هنا، دعونا أولا نسجل ذلك. الضلع المشترك بينهما، فسوف أكتب العبارة 6. لدينا CE قياس أو طول هذا الضلع يساوي نفسه CE. مرة أخرى هذا واضح جدا من الرسم فهو نفس الخط obvious. مرة أخرى إذن هذا واضح جدا من الرسم، واضح من الرسم obvious from diagram. الآن نستطيع استخدام هذه المعلومات. لا يوجد لدينا ثلاث أضلاع ولم نثبت أن هذا الضلع يساوي هذا الضلع أو أن DE يساوي EB، ولكن لدينا ضلع وزاوية بين الأضلاع وضلع آخر، وهذا يبدو له علاقة بفرضية تساوي ضلعين وزاوية بينهما SAS. وهكذا نستطيع أن نقول باستخدام هذه الفرضية أن المثلث DCE مطابق للمثلث BCE بينما أقوم بكتابة أسماء المثلثات أتأكد من أني أضع النقاط المتقابلة. لذا بدأت في D ثم C وإلى E، فالزوايا أو النقاط المتقابلة أو أستطيع القول الرأس للمثلث هنا هي B، فإذا بدأت في D أبدأ هنا في B، و C في الوسط هي الرأس المتقابل للمثلثين، لذا أضعها في الوسط ومن ثم يتجه كلاهما إلى E، وهذا لتحديد الأشياء المتقابلة، ونحن نعلم ذلك من فرضية SAS والمعلومات التي نحصل عليها من خلالها أن هذان الضلعان متطابقان من عبارة رقم واحد، وأن هاتان الزاويتان متطابقتان من العبارة خمسة هنا. والعبارة ستة تعطينا الضلع الآخر، عبارة ستة هكذا. وإذا علمنا أن هذان المثلثان متطابقان فإن كل الزوايا المتقابلة متطابقة.
مثلا نعلم أن الزاوية هنا سوف تطابق الزاوية هنا، لنكتب ذلك الآن. العبارة ثمانية، قياس الزاوية، قياس الزاوية لنسميها DEC يساوي قياس الزاوية BEC، قياس الزاوية BEC، وهذا ينتج مباشرة من عبارة السبعة التطابق congruency. وبالتالي نحن نعلم أيضا، سنكتب العبارة تسعة، نعلم أن قياس الزاوية DEC، ربما يجب أن لا نكتبها هكذا، الزاوية DEC والزاوية BEC متكاملتان. نستطيع أن نعرف ذلك من النظر إليهما، هما متكاملتان supplementary، أي أن مجموعهما 180 درجة. وذلك لأنهما متجاورتان adjacent، وأضلاعهما الخارجية تشكل زاوية مستقيمة straight angle، والخطوة التالية إذا عرفنا أن هاتان الزاويتان متساويتان، وإذا علمنا أنهما متتامتان، فالخطوة التالية تعني أننا نستطيع أن نستنتج أنهما في الحقيقة 90 درجة. العبارة عشرة، قياس الزاوية DEC يساوي قياس الزاوية BEC، وهو ما يساوي 90 درجة. وللمبرر يمكننا وضع هاتان العبارتان مع بعضهما، 8 و 9، وهذا يعني أن قياس الزاوية DEC وقياس الزاوية في الحقيقة لا أريد أن أعمل خطوات كثيرة، دعوني أخذها خطوة بخطوة، دعوني أكتبها كلها هكذا. قياس الزاوية DEC زائد قياس الزاوية BEC يساوي 180، وهذا ينتج مباشرة من نقطة 9 أنهما متكاملتان. والآن نستطيع القول، هذا يحتاج إلى مساحة أكبر. العبارة 11، قياس الزاوية DEC زائد قياس الزاوية DEC يساوي 180، ونعلم ذلك من عبارة 9 وعبارة 8. فقد أخذت عبارة 9 واستبدلت قياس BEC BDEC لأنها نفسها. إذن العبارة 12، قياس الزاوية DEC يساوي 90 درجة، وهو ما يساوي قياس الزاوية BEC. ومرة أخرى هذا يأتي من العبارة رقم 11 و8، 11 و8. تستطيع القول أن هذا أخذ مني وقت أطول لأني أقوم بتقسيم خطوات المسألة، والبعض يمكن أن يقول أن هذا واضح، أن هذا يتضمن تلك أو هذا، وبالتالي انتهينا، لأنه إذا كانت هاتان 90 درجة، دعوني أكتب آخر عبارة وهي رقم 13،
وهي ما نسعى لإثباته، وهو أن AC متعامد على DB. إذن AC متعامد مع DB مع المقطع الخطي DB. إذن AC متعامد مع DB متعامد مع DB، وهذا يأتي من النقطة رقم 12. لقد انتهينا من عمل البرهان ذو العمودين، وأثبتنا أن هذا المقطع الخطي هنا متعامد مع المقطع الخطي هذا باستخدام فرضية تساوي الأضلاع الثلاثة SSS وتساوي ضلعين وزاوية بينهما SAS.